ابتكرت التقنيات الخزفية الصينية القديمة عدداً لا يحصى من الأعمال الكلاسيكية الرائعة، لكن خزف رو الذي بدأ ابتكاره وشويه في أواخر أسرة سونغ الشمالية يعد ذروة تقنيات حرق الخزف الصيني، لكن هذه التقنية لم تستمر سوى 20 عاماً قبل اختفائها في السنوات 800 الماضية. بذل الحرفيو الخزف جهداً كبيراً لإعادة اكتشاف هذه التقنية، ويعتبر تو وين لي واحداً منهم، وصارت إعادة إنتاج خزف الرو تحدياً بالنسبة لحرفيي الخزف في الأجيال القادمة. تنقسم عملية حرق خزف الرو إلى 12 مرحلة، ويشهد لون الطلاء الزجاجي للخزف تغيراً في كل مرحلة، ويظل جو وين لي بجانب الفرن خلال عملية الحرق التي تستمر 8 ساعات ليلاحظ تغير كتلات الاختبار، وتعتمد السيطرة على كل العملية اعتماداً تاماً على الخبرة. يعتبر تغير لون الخزف الرو في الفرن من التغيرات الساحرة التي تطرأ في الفرن. كيف للحرفيين في عهد أسرة سونغ أن يجعلوا اللون يصبح الأزرق السماوي الرائع على نحو سليم؟ هذه التقنية المدهشة هي الشيء الذي ظل تشو وين لي يبحث عنه. وفي السنوات 40 الماضية تقريباً أحرقت جو وين لي مئات الآلاف من الأعمال الخزفية، لكن لم تحقق سوى العشرات منها الأزرق السماوي المميز. الحرفيون الحقيقيون لن يخدعوا أنفسهم ولن يخدعوا العالم أيضاً، لذا كسر جميع الأعمال الخزفية التي لم يبلغ المعايير المطلوبة، وهذا هو ثمن الكمال. أين نستطيع أن نبحث عن الطرق القديمة التي تضمن نجاح حرق كل عمل خزفي؟ منذ العصور القديمة قد يكون كل الحرفيين الذين ثابروا على البحث ويجدون الاكتشاف، حتى وإن كان الطريق أمامهم طويلا والاكتشاف الذي يسعون وراءه صعبا، لا شيء يستطيع أن يمنعهم.